وزير الخارجية يشارك في أول فعاليات مؤتمر تيكاد ويطالب بإصلاحات ملموسة في مجلس الأمن وتمسك مصر بالموقف الأفريقي الموحد في هذا الصدد. ترقب لنتائج محادثات التهدئة، والقاهرة تطالب الأطراف جميعا بإبداء مرونة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. من على الحدود وفي ذكرى الاستقلال، زيلينسكي يقول إن الحرب باتت في الداخل الروسي، ويعلن عن إتمام صفقة لتبادل الأسرى تشمل 230 أسيرا. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد، والمنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي جاءت تحت عنوان المساهمة في حل التحديات العالمية. وأكد عبد العاطي خلال مداخلته على دعم مصر لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، كما أشار إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن في ظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالية في الصراعات الدائرة، مؤكدا على أن مصر تتمسك بالموقف الإفريقي الموحد في هذا الصدد. وطلب عبد العاطي بإصلاح البنية المالية العالمية، كما تناول وزير الخارجية قضية الذكاء الاصطناعي التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن مصر أحرزت تقدما في تحديث البنية التحتية الرقمية وأطر السياسات وهياكل الحوكمة. شارك وزير الخارجية في الجلسة التي عقدت تحت عنوان السلم والاستقرار، ضمان كرامة الإنسان والأمن، حيث أكد عبد العاطي على أهمية تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل التعامل مع المخاطر والتهديدات الراهنة للسلم والأمن، ليس فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الأدوات الحالية غير فعالة أو كافية للتعامل مع التحديات المتلاحقة والمعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي، مشددا على أن الحرب المستمرة في السودان والعدوان غير المسبوق على قطاع غزة من الأمثلة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي أو عدم رغبته في التدخل. وأكد عبد العاطي أيضا على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة وعميقة لبنية السلم والأمن الدولية بحيث تكون أكثر تمثيلا. عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مباحثات سياسية مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، وذلك على هامش اجتماع تيكاد. وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لأن تسفر الاجتماعات الوزارية لآلية تيكاد عن نتائج ملموسة تعزز من مجالات التعاون القائم بين اليابان وإفريقيا. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية اليابانية عن تقدير بلادها للدور الهام الذي تطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية. We'll be right back.
على هامش فعاليات مؤتمر تيكاد التقى وزير الخارجية برئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي مع المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية علاقات التعاون المشتركة مع وذلك على هامش مؤتمر تيكاد في إطار زيارته لليابان. تمنى وزير الخارجية علاقات التعاون القائمة بين مصر والجيترو وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد عبد العاطي على استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة وفد الجيترو وتذليل كافة العقبات أمام إنجاح زيارته لمصر الشهر القادم، وذلك بهدف استكمال استشراف آفاق الاستثمار الياباني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. من جهته أكد المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية الجيترو على اعتزام المنظمة الاستمرار في حث الشركات اليابانية على ضخ مزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر والعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان. أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع بنين بما يحقق مواكبة الخطط التنموية. وخلال لقائه وزير خارجية بنين على هامش مؤتمر تيكاد، أكد عبد العاطي على استعداد مصر لمشاركة خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب. كما تناول الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا. كما تم استعراض الجهود المصرية اتصالا بالأوضاع في قطاع غزة واحتواء اتساع رقعة التصعيد في المنطقة والأزمة في السودان وكذلك المستجدات على الساحة الليبية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أعلنت حركة حماس في بيان لها أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية سيصل القاهرة، وذلك بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للإطلاع على تطورات جولة القاهرة. وأكد البيان التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، كما طالبت بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف تعطيل التوصل لاتفاق. فترة من الترقب عما ستسفر عنه آخر جولات مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، والتي تستضيفها القاهرة في إطار الوساطة الثلاثية مع قطر والولايات المتحدة. القاهرة التي لم تدخر أي جهد منذ العدوان الذي تجاوز 300 يوما وخلف عشرات آلاف من الشهداء والجرحى، طالبت الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق لوقف نزيف الدماء. الرئيس السيسي أكد لناظره الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة. وبرغم إعلان بايدن عن وجود تقدم في المفاوضات، إلى أن عوائق واضحة تعرقل مسار المفاوضات، منها عدم إقرار إسرائيل بشكل واضح بسحب قواتها من غزة وتمسك الولايات المتحدة بهذا الشرط. إلى جانب وقوف ملف المحتجزين والإفراج عن أسرى فلسطينيين بعينهم حائلا أمام إنفاذ الاتفاق.
ويبدو أن ضغوطا كبيرة تواجه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي يخشى إذا ما تعثرت المفاوضات أن تقوم إيران وحزب الله بمهاجمة إسرائيل. خبراء إسرائيليون يشككون في نواياه ويتهمونه بالتخريب المقصود للصفقة حتى يظل لهيب الحرب مشتعلاً ويضمن بذلك البقاء في الحكم. هذا وما زالت المفاوضات جارية تتعلق بها آمال شعب أعزل في مواجهة قوى غاشمة وأمهات ثكالة صارت أبسط أمانهم الاحتفاظ بما تبقى من أبنائهم وذويهم على قيد الحياة. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤولين أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى. أضاف المسؤولون أن نهج نتنياهو يودي بإسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الرهائن أو التصعيد. ونقلت الصحيفة أيضا عن مشاركين في المحادثات الأمنية قولهم أنه ليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول المرشح الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض. حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها وبشكل عاجل بشأن طلبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالانت. هذا ودعا المدعي العام القضاء إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي. إن مصر أداة استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للنازحين الفلسطينيين في مناطق المصدر والمغازي وشرق دير البلح إلى جانب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 37 فلسطينياً بالإضافة إلى إصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت عدة مناطق غرب وشرق ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى قصف الاحتلال خيام النازحين، فيما لا يزال العشرات من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول لهم حتى اللحظة. وأفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والذي وصل إلى 40,334 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت أيضا حصيلة الإصابات إلى 93,356 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت تمركزات وآليات للمحتل الإسرائيلي المتواجدة في محور نتساريم، وذلك بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل. وأشارت إلى أنها تمكنت من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات الاحتلال ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح، فيما تم رصد مروحيات تابعة للاحتلال لتنفيذ عمليات إخلاء. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ريكاردو بيريز أن الوضع بالنسبة للأطفال في قطاع غزة مروع ويزداد تدهورا يوما بعد يوم. لفت ريكاردو أيضا إلى المعاناة النفسية الشديدة التي يواجهها الأطفال نتيجة للصدمات المتتالية والأثر الصحي لانتشار الأمراض وسوء التغذية.
لا جديد في يوميات التغريدة الفلسطينية في قطاع غزة. حصار وتجويع وتعطيش ومنع للعلاج ولا مكان آمن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي لأكثر من 320 يوما. أطفال غزة أو من تبقى منهم باتوا معرضين لخطر الإصابة بشلل الأطفال، وهو المرض الذي اختفى من القطاع 25 عاما، إلا أنه عاد مع تفاقم الأوضاع الصحية. وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأونروا حذرت من مخاطر تأخر التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وأنها ستفتح الباب أمام هذا المرض ليتفشى بين أطفال القطاع. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الأممية إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة مدمر وسيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب هذا المرض. ورغم أن الصحة العالمية والأونروا ينسقان مسألة توفير اللقاح، إلا أن حملة التطعيم لن تكون مجدية وحدها في ظل عدم توافر المياه الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وفي ظل عدم توافر بيئة صحية سليمة. يأتي هذا التطور في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتدهور بسبب موجات النزوح المتكررة والاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات. وبسبب النزوح المتكرر على مدى نحو 11 شهرا لأكثر من 90% من السكان، بات أهل غزة غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة بأن غارات وعمليات الاحتلال قلصت المناطق الآمنة في القطاع من 230 إلى 35 كيلومتر مربع فقط. وذكر جهاز الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي دفع بمئات الآلاف من المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة، مشيرا إلى تقليص الاحتلال لهذه المساحة خلال شهر أغسطس إلى 35 كيلومتر مربع فقط، بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع. أجونا ناس نازحين من خان يونس ومن الميناء ومن لسان الميناء من هان، فاستضفناهم عندنا وحتى يعني بنطعميهم من أكلنا من قوتنا من قوت أولادنا بنعطيهم تمام. وبالنسبة للوضع يعني أنت شايف حصرنا، كنا في منطقة صغيرة من هان من لسان الميناء لدور 17، هذه المنطقة كثيفة سكانها كتير فيها ومفيش حد مدور عليهم، السكان هذول ما فيش حد مدور عليهم، يعني التكيه اللي بتجينا على قد المخيم تبعنا. طب الناس اللي جت عندنا جديد من وين جيبوا لهم؟ بناكل اكله في اليوم على الدكيه، اكله واحده اللي بناكلها في اليوم، يعني لو ما الدكيه كان بنموت من الجوع. اقول لك انا صرت افكر يعني اطلع لو فيش اكل اروح اشرب من البحر عشان اصبر حالي، وحياه ربنا بحكي جد معاه اكل اشرب ميه وملح. اقول لك قسما بالله مرات بننام من دون اكل. قبل اسبوع كانت يعني بزياده وتزيد عنا، نفطر ونتغدى ونتعشى مثلا. اليوم من عدد الناس اللي اجى علينا بطلت دوبها الغدوه وبعد وقت ما بتكفينا، لانه العدد زاد عنا، زاد العدد بزياده. يعني كنت انا في خيمتي 32، هي صرت تقريبا 50، يعني ناس بلا مؤاخذه بعرفهمش حطيتهم جنبي. الميه بصعوبه جدا لما بنعبي، وهيكم شايفين وتطلعوا على الدور وعلى كيف بنعاني لحد ما نعبي مية. المية يعني هي روح الحياة، فيش مية فيش أكل فيش شرب فيش مصاري، لا في شغل ولا في عمل ولا في مصروف ولا في أي حاجة. وعندنا مرضى، إحنا بنتأمل تخلص، بنطلب من الله مش من العباد إنه تخلص، ما ضلش فينا حيل يا عالم، ما ضل فينا حيل والله، ما ضل فينا حيل، بعيدنا الله والله خلصنا والله، ما ضل فينا عيل ولا ضل قادرين نتحمل اي شيء، ما ضلش فينا عيل، ايش نعمل؟ لمين نشكي يا عالم؟ لمين نشكي؟ حالنا صعب والله، حالنا صعب.
كشفت الأمم المتحدة أنه كان من المقرر أن تصل 278 مهمة إنسانية إلى جنوب غزة، لكن إسرائيل رفضت 79 منها. ذكرت الأمم المتحدة أنه من المقرر تنفيذ 147 عملية إغاثة إنسانية شمال قطاع غزة، لكن إسرائيل ترفض ذلك، مشيرة إلى أنها منعت 125 بعثة إنسانية من دخول غزة خلال أغسطس الجاري. حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة اللواء الغربي لقوات الاحتلال جنوب مستوطنة يعرى وتحقيق إصابة دقيقة، كما أعلن أيضا استهداف تمركز لجنود الاحتلال في موقعي هرمون والراهب وتحقيق إصابة مباشرة. جاء ذلك ردا على تعرض أطراف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، تزامن مع إطلاق نار من موقع لقوات جيش الاحتلال في بركة ريشة، وذلك على أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي حلق وبكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى مشارف مدينة صور. قال الرئيس فولادمير زيلينسكي أن روسيا تريد تدمير أوكرانيا، لكن الحرب عادت إلى ديارها على حد تعبيره. في خطاب خلال ذكرى استقلال أوكرانيا 33، أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تفاجئ موسكو بالهجوم متوعدا بالانتقام منها. أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لكييف تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كوريسك في غرب روسيا. مساعدات جديدة لكييف من جهة، وعقوبات جديدة فرضها ساكن البيت الأبيض على موسكو من جهة أخرى، قراران يحملان رسائل عدة من واشنطن ويؤكدان التزامها وشركائها في الغرب بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية. حزمة المساعدات الجديدة التي أعلن عنها عشية الاحتفال بالعيد الوطني لأوكرانيا تشمل صواريخ دفاع جوي وتجهيزات مضادة للطائرات المسيرة وصواريخ مضادة للدروع للحماية وذخيرة الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة. وأعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. زيلينسكي من جانبه أكد حاجة بلاده لتسلم الأسلحة المعلنة بشكل عاجل، خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية. ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كورسك في غرب روسيا، وهو الهجوم الأخطر الذي يشنه جيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. الإعلان عن المساعدات تزامن أيضا مع فرض عقوبات أمريكية
ذاتية على 400 كيان وفرد في روسيا والخارج، من بينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. أفادت مصادر روسية أن موسكو وكييف تبادلتا 115 أسيرا من كلا الجانبين بعد وساطة إماراتية. ستكون هذه هي أول عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ أن شن الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في 6 أغسطس. أعلنت الداخلية الألمانية أن الأجهزة الأمنية تبذل كل ما في وسعها لتوقيف منفذ عملية الطعن، وذلك في مدينة زولانجن. وأعلنت الداخلية الألمانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة جراء هجوم بسكين خلال مهرجان بالمدينة. احتفال تحول إلى مأساة، قتلى ومصابون في اليوم الذي احتفلت فيه مدينة زولينجن الألمانية بمرور 650 عاما على تأسيسها، حيث تحول الاحتفال إلى مأساة مروعة. الشرطة الألمانية أفادت أن المهاجم استخدم سكينا في هجومه العشوائي على المحتفلين، ولم يدرك العديد من الحاضرين في المهرجان وقوع الهجوم حتى أعلن منظم الحفل إلغاء الفعالية، وطلبوا من الحاضرين مغادرة المكان في هدوء وعدم الذعر أثناء الخروج. وفور وقوع الهجوم شهدت المدينة الألمانية استنفارا أمنيا واسع النطاق لم تشهده من قبل، إذ أفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن الشرطة أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدينة، وانتشرت قوات كبيرة من الضباط المسلحين في موقع الهجوم وحوله. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن شرطة مدينة دوسلدورف المجاورة تولت زمام التحقيقات في الحادث، مما يشير إلى خطورة الوضع وحجم الموارد التي تم تخصيصها للتعامل مع هذه الأزمة. تقع مدينة زولينجن التي يزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة قرب دوسلدورف، وكان من المقرر أن تستمر احتفالات المهرجان حتى يوم غد الأحد بفعاليات موسيقية وترفيهية متنوعة، إلا أن هذا الحادث المأساوي أدى إلى إلغاء الاحتفالات وإغراق المدينة في حالة من الحزن والصدمة. أصيب شرطي فرنسي جراء انفجار سيارة مشتعلة في موقف سيارات خاص بمعبد يهودي في بلدة لاجراند مو الساحلية. ومن جانبه قال وزير الداخلية جيرار دارمانا إن الشرطة تبحث عن المشتبه به. وذكرت الشرطة الفرنسية أنها محاولة متعمدة لإشعال حريق، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز. أعلن المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور انسحابه وتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن عملية الانسحاب قد تؤثر على الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تحالف جديد في مسار السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض يضفي نوعا جديدا من الغموض بعد انسحاب المنشق عن الحزب الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور من الترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية. الانسحاب جاء ليصب في صالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على بطاقة تأييد من جونيور خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، حيث أكد الطرفان أنهما يتفقان في عدة مواضيع وملفات. لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي. أفضل طريقة لبناء الولايات المتحدة الآمنة هو إعادة بناء القاعدة الصناعية ودعم الطبقة المتوسطة في البلاد. ألا تريدون رئيسا يخرجنا من الحروب ويدعم الطبقة المتوسطة؟ ك
كينيدي أكد أن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن وجوده في السباق سيضر بترامب ويصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، رغم أن الاستطلاعات العامة الأخيرة لا تشير بوضوح إلى تأثير كبير له على دعم أي من مرشحي الحزبين الرئيسيين. واتخذ كينيدي خطوات لسحب ترشحه في ولايتين على الأقل نهاية هذا الأسبوع هما أريزونا وبنسلفانيا، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مع ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. قرار كينيدي أثار استياء أنصاره الذين اتهموه بالخيانة وفق صحيفة الجارديان، كما أن قرار تعليق حملته في بعض الولايات وعدم حسم موقفه في كل الولايات يراها البعض أنها طريقة لإبقاء ورقة لعب في يده يفاوض بها ترامب أو حتى هاريس. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن عملية الانسحاب قد تؤثر على الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل نتائج التصويت فيها غير محسومة ويصعب تكهنها. اعلن الامين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان شيجيرو إيشيبا عزمه الترشح لخوض انتخابات لزعامة الحزب لخلافة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وتبدا الحملة الانتخابية للسباق بشكل رسمي في 12 من سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات في 27 من الشهر ذاته. أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة في بريطانيا رفع سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل، ويتوقع بنك إنجلترا تسارع التضخم هذا العام، وذلك بعد انخفاضه إلى هدف 2%. بزيادة قدرها 10% على أسعار فواتير الطاقة، ترفع بريطانيا سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل حسب ما أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة. وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن الزيادة 10% في سقف السعر تعني أن ما يقدر بنحو 25% من سكان المملكة المتحدة سيفكرون في إيقاف تشغيل التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء. تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أسواق الجملة، حيث يتم مراجعة سقف الأسعار كل 3 أشهر من قبل الهيئة التنظيمية، وهذا يعني ارتفاعين متتاليين، مما يجعل من الصعب على الحكومة الجديدة الوفاء بوعد الانتخابات بخفض الفواتير. وكانت التعريفات المرتفعة للطاقة بمثابة محرك للتضخم وأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، وهي قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات العامة في يوليو. وفي ظل تلك الزيادة يتوقع بنك إنجلترا أن يتسارع التضخم هذا العام بعد انخفاضه إلى هدف 2% خلال الصيف، حيث يتوقع البنك الآن أن يصل إلى 2.7% بحلول نهاية عام 2024 قبل أن يتراجع مرة أخرى. هذا ولا تزال مستويات الديون بين العملاء عند مستويات قياسية وفقاً للهيئة التنظيمية للصناعة، على الرغم من انخفاض الفواتير من الذروة التي شهدت أثناء أزمة الطاقة. وترجع الزيادة الأخيرة في الغالب إلى ارتفاع العقود الآجلة وسط مخاطر العرض بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت عقود الغاز في المملكة المتحدة بأكثر من 8% منذ دخول سقف السعر السابق حيز التنفيذ في الأول من يوليو. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. بدورها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024-2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 من سبتمبر. في
في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من أجل انضباط سير العملية التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات توزيع درجات التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي العام الدراسي 2024-2025. أشارت الوزارة في هذا الصدد في بيان لها إلى التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تم تقسيم الدرجات بين أعمال السنة والاختبارات بنسبة 40% إلى 60% على التوالي. قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة 7 من مساء غد الأحد 25 أغسطس، ويتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بكافة الجامعات الحكومية من 9 صباحا وحتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق. كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة. وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد بلغ حتى الآن 325,000 طالب وطالبة. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق، مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ قدر الإمكان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، وأشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية. أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية بشأن دورة مسح الشفافية العالمية لعام 2023 سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة
ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين. وأكد التقرير التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالية. وتخطت مصر المتوسط العالمي بمجال الشفافية وإتاحة البيانات، والذي يبلغ 47 نقطة. كما تخطت مصر المتوسط العالمي في مؤشر مشاركة الجمهور لتتصدر الشرق الأوسط. بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي مع المدير الإقليمي لشركة مندراي بشمال أفريقيا إريك لي التعاون مع شركة مندراي ونقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر. خلال هذا اللقاء تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية وتطبيق الحلول المبتكرة، وركز النقاش على كيفية تحقيق شراكة استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الاستثمار في هذا المجال. كما سيتم تطبيق الحلول المبتكرة في الرعاية الطبية عن بعد باستخدام إنترنت الأشياء. وثمن المدير الإقليمي لشركة مندراي تعاونه مع هيئة الرعاية الصحية، معربا عن تطلعه لتحقيق خطوات ملموسة في تطوير صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي. جهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الأثار وتطوير وتجديد المباني ذات الطابع الأثري والمعمار المميز بجميع المحافظات. ويأتي على رأس تلك المواقع مسجد البحر بدمياط، والذي يعتبر تحفة معمارية على الطراز الأندلسي، إضافة لإطلالته المميزة على نهر النيل. ليس مجرد مسجد لأداء فريضة الصلاة، وإنما هو حالة تاريخية فريدة ليصبح مسجد البحر من أشهر وأجمل مساجد محافظة دمياط. وهو يقع على الضفة الشرقية للنيل، وكان يطل على النهر مباشرة في بداية إنشائه وافتتاحه. ومن هذا المنطلق حرصت المحافظة على الإسراع في تجديد المسجد ليشهد المواطنون والأهالي افتتاحه بحضور محافظ دمياط أيمن الشهابي وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف. هذا المسجد مسجد البحر بمدينة دمياط، ونحن نحتفي ونحتفل مع أهل هذه المدينة الطيبة أهلها بافتتاحه. هو من أكبر المساجد بها، وهو مسجد المحافظة الرسمي، وقد تم بناؤه عام 1601 ميلادية، وقد بني على التراث الأندلسي الإسلامي، وهذه هي المرة الرابعة التي يخضع لها المسجد للصيانة والتجديد، وهو مبني على مساحة 1600 متر مربع على نفقة وزارة الأوقاف المصرية. رأى مسجد البحر النور عام 1006 هجريا في عهد الحكم العثماني على مساحة 1200 متر مربع على الطراز الأندلسي، ثم أعيد تجديده وبناءه للمرة الثانية على الطراز الأندلسي عام 1967 ميلادية، وزادت مساحته من 1200 متر إلى 1600 متر لتتزين جدرانه بالنقوش والزخارف الإسلامية. حصلت عملية ترميم كاملة وتطوير للجامع، طبعا أشرنا الجامع كله من بره ومن جوه، والعمدان عملنا لها قمصان بعد طبعا ما عالجنا الحديد اللي كان موجود فيها والعيوب اللي كانت موجودة فيها، وعملنا لها قمصان جديدة وعملنا عملية ترميم شاملة. مسجد البحر له 5 قباب ومئذنتان، وملحق به مكتبة ثقافية ودينية. عاش مراحل من الترميم منذ عام 1997 ميلادية حتى آخر محطة من التجديد والتطوير في عام 2023 بتكلفة تجاوزت 8 ملايين جنيه. حالة سعادة بين الأهالي بتجديدات المسجد، وبسم الله ما شاء الله زخرفة جميلة، وده وفر طبعا على الأهالي كتير، لأن زي ما أنت عارف ده أكبر مسجد في المحافظة. الحمد لله بعد افتتاح المسجد على أعلى مستوى، وبفضل الجهود الكبيرة اللي قام بها القائمين على المسجد،
إن شاء الله يكون لي دور قيادي ودور رائد في نشر تعليم الإسلام الوسطية وفي تعليم الناس. حاجة ما شاء الله جميلة، فربنا يا رب كده يديم الخير ويجعل مساجد دمياط ومساجد الدنيا كلها عامرة، وشكرا جزيلا. تنوعت أنشطة مسجد البحر ما بين الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن وتنظيم الاحتفالات في المناسبات الدينية ليحظى بمكانة متميزة في نفوس أبناء دمياط. وجه طيب يفيض بالأمومة لا تخطئه عين المشاهد، وصوت عميق ورخيم متفرد في صدقه وتعبيراته التي مثلت أعظم الأدوار التراجيدية في المسرح والسينما على مدار عقود طويلة، بل وتفوقت على نفسها في دورها الكوميدي بمسرحية إنها حقا عائلة محترمة. إنها سيدة المسرح العربي الفنانة الراحلة أمينة رزق التي وافق اليوم ذكرى رحيلها 21. في سطور التاريخ الفني تظل أمينة رزق واحدة من أبرز أيقونات الفن العربي، تلك الفنانة التي ارتقت بألقاب سطعت في سماء الإبداع، راهبة المسرح وعذراء السينما وأم السينما. واليوم نحيي ذكرى رحيلها 21 التي تصادف 24 من أغسطس بعد أن رحلت عن عالمنا في عام 2003 عن عمر ناهز 93 عاما، تاركة وراءها إرثا فنيا يتحدث عن نفسه. بدأت أمينة رزق مسيرتها الفنية في عام 1922، حيث وقفت لأول مرة على خشبة المسرح بجانب خالتها ضمن فرقة علي الكسار، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت في عام 1924 عندما شاركت في مسرحية راسبوتين مع فرقة رمسيس التي أسسها الفنان الكبير يوسف وهبي عميد المسرح العربي. من هنا بدأت رحلتها الفنية المذهلة التي امتدت لسبعة عقود حافلة بالعطاء والتألق. سكنت أمينة رزق قلوب محب الفن بأدائها الرائع، حيث شاركت في أغلب مسرحيات فرقة رمسيس وأسرت السينما بأدوارها المتنوعة. ورغم حبها العميق ليوسف وهبي لم تكلل قصتها بالزواج منه، لكنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من كل عمل قدمته في فرقة رمسيس والأفلام التي أنتجها، من بين أبرز أعمالها المسرحية في السبعينيات السنيورة وإنها حقا عائلة محترمة التي قدمتها مع عمالقة المسرح فؤاد المهندس وشويكار. وكان آخر ما قدمته على خشبة المسرح يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم. على الصعيد السينمائي تجاوزت أفلامها 130، حيث أثبتت براعتها الفائقة في تجسيد أدوار الأم في أفلام مثل بائعة الخبز وبداية ونهاية ودعاء الكروان، مما جعلها تستحق عن جدارة لقب أم الفنانين. حازت أمينة رزق على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية تقديرا لإبداعها في كل من السينما والمسرح، حيث سلطت الضوء على موهبتها الفريدة وإرثها الدائم. وهكذا تظل أمينة رزق واحدة من أعظم أعمدة الفن العربي بما تركته من بصمات لا تمحى على السينما والمسرح. رحلت جسدا، ولكن أعمالها ستظل خالدة في ذاكرة كل محب للفن والثقافة. إن إرثها الفني وإبداعها الخالص يظل شاهدا على عبقريتها ويستمر في إلهام الأجيال القادمة. تعد قرية القنوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا إحدى القرى الرائدة في تجارة محصول المانجو، والتي زع صيتها في جنوب الصعيد منذ قرابة نصف قرن لوجود بورصة المانجو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب تجار محافظات الجمهورية. وتمتاز أنواع المانجو في قرية القنوية بجودتها العالية، والتي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج. منذ قرابة نصف قرن اشتهرت قرية القنوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا بتجارة محصول المانجو، والتي ذاع صيتها في جنوب الصعيد لوجود بورصة المانجو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب محافظات الجمهورية. البورصة أصلا، بورصة المانجو أصلا على مستوى محافظة قنا، يمكن أقول لك الصعيد كله بتيجي من هنا، يعني الأسعار أصلا بتطلع من هنا من قرية القنوية، ويمكن القنوية بتودي للصعيد كله،
وكمان في بيروح الوجه البحري. التجار وأصحاب المزارع يحرصون على ترويج محصولهم في قرية القناوية للحصول على أعلى وأفضل سعر، حيث يجد المواطنون أيضا ضالتهم في الحصول على أسعار تنافسية عن الموجودة في الأسواق. القناوية دي مشهورة بزراعة المانجا وتصديرها، ويعني بتورد لجميع المحافظات، أسوان، إسكندرية، جميع المحافظات يعني بنوردوا لها المانجا دي. عندنا يعني زرع المانجا، القنوية أكثر بلد مشهورة بزراعة المانجا وتجارة المانجا. المانجا بتبدأ عندنا نحن من شهر 6 لغاية 20/8 أو بعد 20/8 أو قبل 20/8. بالنسبة للأصناف المطلوبة، العويسي، العرابي، الزبدي، التركنزي، التيمور، الهندي، يعني أنواع كثيرة. من الساعة 10 بنبدأ البياعين والسراح اللي بتاخد المنجا وبتوزع على جميع المحافظات، وعندنا نيت أنواع المنجا بتبدأ من البلدي وعويسي وزبدة والكركنزة والصديقة والسكري وكل أنواع المنجا. وتمتاز أنواع المانجو في مزادات بورصة قرية القناوية بجودتها العالية وحلو مذاقها، والتي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج. القناوية تلك القرية الخضراء الصديقة للبيئة والشهيرة بالزراعات والمحاصيل المتنوعة، سجلت اسمها من بين كبار موزعي المانجو في محافظات الجمهورية، فمزادات المانجو تستمر طوال الموسم ليستقطب كل المزارعين والتجار لترويج محصولهم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية نشاطا مكثفا، حيث استقبل الرئيس السيسي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأجرى محادثات مع وزير الخارجية التركي. كما عقد الرئيس السيسي سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لبحث ملفات عمل الوزارات. على مدار 15 يوما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة والاجتماعات والزيارات التفقدية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. هذا وقد عقدت جلسة مباحثات تناولا خلالها الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيسان على مواصلة التنسيق المشترك، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد اختتم هذا اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وقد تناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإريتري، الذي قام بتسليم سيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة. كما تم استعراض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر. كما التقى رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي عرض على سيادته التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر من أجل الترسيخ الشامل للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان.
كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية التركي لبحث مدى تطور العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية. كما تناول اللقاء المستجدات الأولية للوضع الإقليمي الراهن واستمرار التشاور بين الدولتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما القضية الفلسطينية. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية تشاد بمدينة العالمين الجديدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. هذا وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس التشادي ضيفا عزيزا على مصر، مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وفي مدينة العالمين الجديدة، درة مدن الجيل الرابع على شاطئ البحر المتوسط، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة خاصة لمصر، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما اصطحب السيد الرئيس أخيه الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العالمين الجديدة زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة. وأعرب السيد الرئيس عن امتنانه والشعب المصري للشيخ محمد بن زايد على دعمه المستمر لمصر والمصريين. السلام عليكم. معانا ضيف عظيم وكريم جدا جدا الشيخ محمد، اسمحوا لي ان احنا نرحب بيه ونشكره ان هو يعني خد من وقته وسمح لنا ان احنا نيجي ونقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم. هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصر الكبير بمطار العالمين، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين. اتصل وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاتصالات الهاتفية، حيث تلقى سيادته اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرى سيادته اتصالاً برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، كما تلقى اتصالاً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس، تناول خلالها التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واستعرض آخر المستجدات والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين، مع التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، والذي يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم والضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يشارك في أول فعاليات مؤتمر تيكاد ويطالب بإصلاحات ملموسة في مجلس الأمن وتمسك مصر بالموقف الإفريقي الموحد في هذا الصدد. ترقب لنتائج محادثات التهدئة، والقاهرة تطالب الأطراف جميعا بإبداء مرونة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. من على الحدود وفي ذكرى الاستقلال، زيلنسكي يقول إن الحرب باتت في الداخل الروسي، ويعلن عن إتمام صفقة لتبادل الأسرى تشمل 230 أسيرا. وصلنا معكم إلى ختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.